كريم صباح الفل، اهلا بيك، اتفضل. صباح الفل عليك طبعا زميلي العزيز كريم، وكل التحيه للكابتن الكابتن محمد حشيش، والشكر موصول ايضا كمان لكل جمهورنا جمهور النادي الاهلي. كالعاده طبعا بنغطي كواليس مباريات الدوري العام وتحديدا مباراه اليوم الاهلي والبنك الاهلي على استاد الاهلي والسلام في تمام الساعه 8 مساء، وهي من الجوله الثانيه من بطوله الدوري العام. موسم قوي جدا الحقيقه زي ما تابعنا وبنشوف المباريات، الحقيقه محتاج مجهود كبير وتركيز اكبر من كل اللاعبين وتحديدا لاعبي النادي الاهلي. الحقيقه زميلي كريم زي ما احنا تابعنا وشفنا، وايضا يمكن الكابتن محمد حشيش بيتكلم في هذا الامر، زي ما شفنا اداء النادي الاهلي الكبير ويمكن كمان الخطه والتكتيك اللي ميتسو موسيماني الحقيقه اشادنا بيه، ويمكن دي عايزه شخصيه مدرب، الخطه اللي احنا شفناها والتكتيك عايزه شخصيه مدرب، لكن الحقيقه نجاح التكتيك ونجاح الخطه كان دور كبير جدا للعيبه النادي الاهلي، لان التركيز كان مطلوب والتنفيذ القرارات كمان كان مهم جدا. الحقيقه الفتره اللي فاتت من خلال التدريبات بيسو موسيماني والجهاز الفني بالكامل حافظ اللعيبه بعض الجمل اللي يمكن شفناها في المباراه الاولى، الاستمراريه ده الاهم اللي احنا بنتمناه، واكيد جمهور النادي الاهلي بيأملوا ان احنا نستمر على هذا الاداء. التكتيك والخطه والامور دي طبعا بتكون رؤيه فنية، لكن الاصرار والرغبه والدوافع المتجدده لعيبه النادي الاهلي والمنافسه الكبيره جدا ده امر مهم جدا. كل اللعيبه عايزه تكون متواجده، كل اللعيبه عايز يكون له دور في المباريات، سواء في بطوله الدوري والقادم ان شاء الله في بطوله افريقيا او كاس العالم للانديه، فيمكن المنافسه دي بتسعد كل جمهور النادي الاهلي. والسكواد بيحير شويه بقى بيتسو موسيماني، يعني ما بيبقى عندنا ورقه واثنين وثلاثه، الامر بيكون يعني الراجل هيلاعب ده النهارده هيلاعب ده بكره، سياسه التدوير دي مهمه جدا. لكن الحمد لله الحقيقه يعني مدينا رساله كبيره جدا، واللعيبه الوافدين الجدد كمان بيرسيتاو ميكيسوني عبد القادر عمار، كل اللعيبه ان شاء الله مديانا رساله ومديانا رساله طمانينه كبيره جدا ان شاء الله مع التركيز الكبير ده نقدر ان احنا المباريات القادمه كلها تكون بالنسبه لنا فوز، لكن ربنا ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي من الاصابات. مقر النادي الاهلي كالعاده طبعا فندق الاقامه، الامور الحمد لله الاعتياديه الخاصه بفريق النادي الاهلي، استعداده لسه لعيبه النادي الاهلي من اقل من نص ساعه انهت وجبه الافطار، اليوم الاعتيادي الخاص طبعا بالافطار والغداء، وتحرك فريق النادي الاهلي ليكون في تمام السادسه طبعا متوجه الى استاد الاهلي والسلام. الحمد لله يمكن الامور مطمئنه لفريق النادي الاهلي بالنسبه للاستعدادات، لكن على الجانب الاخر عندنا عدد من الغيابات، لكن ان شاء الله باذن الله المتواجد والاهلي بمن حضر هي دي طبعا، وهي دي سمات وشعار فريق النادي الاهلي. غياباتنا النهارده طبعا ديانج اللي حصوله على الكارت الاحمر، وليد سليمان ان شاء الله يتعافى من جديد، ويمكن في اختبارات طبيه بتتعمل لوليد سليمان على قبل ما ينزل التدريبات الجماعيه. صلاح محسن مستمر في التاهيل، محمود متولي ايضا كمان مستمر في التاهيل، لكن هوصل معاك للشناوي. الشناوي الحقيقه يعني من خلالك زميلي كريم، ممكن خلال ايضا كمان كابتن محمد حيش، الشناوي جاهز ان شاء الله للمباراه القادمه وهي مباراه نادي الزمالك. شفناه طبعا الشناوي شارك في التدريبات الجماعيه امس واول امس، فيمكن اطمني عليه بشكل كبير، والمجهود الاكبر الحقيقه كان من الجهاز الطبي بقياده طبعا طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله، اللي بيقوم بدور كبير جدا مع كل اللاعبين وتحديدا مع محمد الشناوي. رغبته طبعا مهمه جدا واصراره ان هو يكون متواجد في مباراه مهمه جدا وهي مباراه الزمالك، لكن احنا ما بنسباش الاحداث، خطوه خطوه ان شاء الله نعدي مباراه اليوم وهي مباراه البنك الاهلي اللي محتاجه مجهود كبير. عندهم سكواد مميز جدا البنك الاهلي، كسبانين المباراه الاولى بنتيجه كبيره نتيجه 3-0، فان شاء الله باذن الله لاعبتنا بيتسو موسيماني قيادته الفنيه من خارج الخطوط باذن الله تكون على اعلى مستوى زي ما شفناها في المباراه الاولى، ولعبتنا ان شاء الله النهارده تقدر ان هي تسعد كل جمهور النادي الاهلي. مستمرين معاكم بقى زميلي كريم، ممكن كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، بنقل لكم كل الاخبار والكواليس لحظه بلحظه من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. جميل كالعاده الحقيقه دايما يا كريم، يعني شغلك المبتسم مش بيدينا اي فرصه حتى نسال المزيد من الاسئله، دايما اجاباتك وافيه وكافيه يعني تغطيه اكثر من ممتازه. كل الشكر للزميل العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي.